بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة مالتنا راح تكون الدايجونتك ارتش. المين بوزيشن ناخذها للدايجونتك ارتش هي الوضعية تاونس، وناخذ الوضعية الثانية الساط التاونس اللي هي فرونتو اوكسيبيتو بوزيشن، والبيس اوف ذا سكول اللي اسمها سابمنتو فيرتكس. اكو وضعية اضافية ناخذها، ايش وقت ناخذها؟ اكو بيها فد ميزة اللي هي الوضعية anterior posterior position with the head slightly rotation on the side pin. اذا من الوضعية ال AB شي يريد، اذا كان عندي هذا السايد هو ال B، اي الحال الليجن او اللي اريد اصوره، اذا تفتر الى الجهة الآني أريد أصورها أو المطلوبة. البوزيشن مالتي فرونتو أوكسيبيتال بوزيشن، نستعمل البيكي على تشيست ستاند، بالبيكي تشيست ستاند. The head rotation 5 degree، إذا راح يفتر 5 درجات toward the side effect. السنتر مالتي أنا ما دام قاعد أصور للزايجومتيك، إذا راح يكون على a meet point in the zygomatic bone. التيوب مالتي ما دام هو واقف على chest stand راح يكون horizontally perpendicular on the center. Don't moving during exposure. هسه راح نباوع شو وقت ناخذ هذه الصورة. ناخذها avoid يعني مرئي او موجود. اذا avoid the any material between the bony bone and soft tissue. إذا بين البون وبين soft tissue إذا موجود أي شيل، إذا موجودة شظية أو موجود أي شيء. من قاعدة أصور هذا المكان، هو من ناحية الثيكنس مالته قليل. ما دام الثيكنس مالته قليل لازم أنطي لو كي بي and mass. هسه لو باوعناها هذه الصورة من بين صورة تاونس، إذا هذا عندي من قللت، أقلل التكنيك بوضعية تاونس، إذا راح يظهر عندي الزايجومتريك أرتش. يعني لازم أشرح التاونس كاملة اللي هي فرونتو أوكسيبيتال، والبيس لاين يكون بيربنديكولار أون ذا سنتر أون ذا تيبل، وال هنا الجلابيلا السنتر مالتي 2.5 inch above the glabilla، والتيوب 30 degrees downward on the center. شوف هنا طلعت عندي الدورسام سيلي بالفورمين ماجنم، طلع عندي زايجومتيك ارت، مقللنا التكنيك مالتنا. هنا هذه البيس اوف ذا سكول، شوف مقللنا التكنيك، طلع عندي زايجومتيك ارت. هذا مين هو زايجومتيك ارت؟ هذه هي وضعيه اذا قلنا البيس اوف ذا سكول. شوف هنا طلع عندي زايجومتيك ارت، وهذه وضعيه التاونس اللي يكون بها الاوكسيبيتو وايت، يكون عريض لوكسيبيتو وايد. شفنا التيوب مال 30 ديجري داونورد، كان البيس اوف ذا سكول. هذه الوضعية الثانية اللي راح نشتغل عليها هي الميكزيلا. من يكتب لي كلمة ميكزيلا رأسا اخذ له ساينس اللي هي اوكسيبيتو منتال بوزيشن. احنا نعرفها الاوكسيبيتو منتال بوزيشن، راح نعيد الفيو مرة ثانية، هي occipital mental position. قلنا السيرفس، إذا السيرفس مال الفيش، الفيشل مال الوجه ويا التيبل أو ويا تشيست ستاند يساوينا 45. أو شوف هنا أنا قال بالنسبة للأوتر كانفاس ويا الإكسترنال أدفريميتاس ويا الميتال 45 ديجري. التيوب مالتي راح يكون هوريزونتالي، السنتر مالته هوريزونتالي بيربنديكولار اون ذا سنتر اللي هو راح يكون اباف ذا بريتيوبرنس. الصوره مالتي هنا انا عندي هذا هو المكزيلا، هذا هو المكزيلا. لازم لو باوع هسه هذا وضعيه كلش حلوه ومضبوطه، لان حتى طلع عندي هنا شوف هذا الجيوب كلش حلوه، ماكو عندي هنا في السواد حتى اقول هذا البتريوس هنا نسوي لي فد مشكله، سوي لنا فد شيء. وهذا هو النيزال سيبتم اللي قلنا يصير بها انحراف. اذا شوفوا النيزال سيبتم يظهر لنا بالهمين بالساينس.
شوف هنا هاي طلعت اللون مالتها وهذا اللون مالتها افتح، يعني هنا موجود عندي ليجين، ليجين اكو موجودة حالة مرضية. هسه اكو عندنا شيء اسمه الهارت باليت، الهارت باليت هو هذا اللي يصير هنا هنا داخل الحلق، داخل الحلق هنا شاخذ له. اكو مرات الاسنان هنا تكون تلعب فد لعب او يصير عندي فد التهاب داخل سقف الحلق بالهارت باليت. الصورة مالتي إذا داخل سقف الحلق 100% راح آخذ لها فيلم، الفيلم لازم يكون يدخل داخل الحلق اللي نسميه كلوز أوت فيلم. الوضعية مالتي راح تكون سوبيريور انفيريور، من فوق لجوا من فوق لجوا، فراح يكون عندي الوضعية سوبيريور انفيريور بوزيشن ان فرونت أوف فيسر، اللي هي يعني أمامي من ناحية الوجه. الثانية سوبيريور انفيريور بالصفحة، سوبيريور انفيريور بالصفحة. أول وحدة إذا كانت superior inferior in frontal fascia، إذا راح تكون عندي هنا أنا هيك هذه الوضعية مالتها، فراح تكون superior inferior with closer film. إذا الفيلم مالتي من أطب داخل الحلق، ما دام أنا راح أصور داخل الحلق إذا لازم يكون أكثر شيء داخل الحلق داخل اللي هو 2 إلى 3 under in the mouth both in the mouth، والأوتر قد راح يكون طالع من عنده 1 إلى 3، والبيش أرزمة أرزمة بالعضة holder the film by the teeth بواسطة الأسنان هيك أرزمة. هسه راح يقول لك السنتر مالتي، إذا عندي هذا الميزال بون، إذا سويته إذا راح يصير تقريبا هالقد 80 درجة حتى أقدر أصور العضو، إذا سويته هواية هيك تطلع الأشعة اللي جوا فما راح تجي على الفيلم اللي قاعد ذا أصوره. إذا التيوب مالتي الأنجليشن 80 ديجريز داون وورد إلى الأسفل، دونت موف ذا ديورينج إكسبوجر. راح نشوف قلنا هذه اللي شوف هنا موجود عندي التهاب، أخوان لي هنا التهاب، أخوان لي هنا التهاب، هذه بالوضعية اللي قلنا سوبيريور انفيريور اللي تكون بالنسبة الفرونتال فيشر من الأمام والبيها ميلان 80 درجة. شوف هنا قدرنا نشوفها من هذا السن المعوج اللي داخل وين همين باللهات داخل بالهارت باليت. إذا طلعت عندي كل هذه الصور للهارت باليت، زين إذا السن مالتي من هذه الصفحة إذا إيش لازم أسوي؟ لازم أقول superior inferior position localization on the left or right side، لليمنى أو اليسرى. اللي يقول له البوزيشن مالتي راح يكون همين superior inferior position، لازم اقول نستعمل كلوزر فيلم. اذا ما قلت كلوزر فيلم الوضعيه صارت ماكي كلها خطا، لان ممكن قاعد اصور على فيلم كبير والاي فيلم ما ممكن ان يدخل داخل الحلق الا الكلوزر. كلوزر فيلم ان ذا ماوث بوت ان ذا ماوث ذا فيلم واز كوتينج رايت اور ذا ليفت سايد ان ذا ماوث. اذا راح يكون عندي بالجهه مالت الحلق مالتي، ما دام انا اللي بصور هاي الجهه لازم يكون هيجي الفيلم مالتي العظة ما تصفح او العظة ما تصفح من هذه الجهة right of the left. بالامام سنترت على النيزة، بالجانب اسنتر وين على الزيجوماتيك بون، همي راح يكون 80 ديجري 80 ديجري داونورد الى الاسفل، don't moving during exposure. زين السؤال شلون راح يجي لي؟ راح يجي لي x-ray any lesion in heart palate. من أقول أي حالة مرضية بالهارت باليت لازم أخذ له superior inferior الوضعية الأولى اللي تقول superior inferior frontal facial، الوضعية الأمامية للوجه. الثانية إذا قلت همين أقدر أقول increase، إذا زيادة بالتيت بالأسنان in the heart باليت، فراح همين أخذ له هذه الوضعية. لكن إذا قلت لك أريد بالرايت أو بالليفت راح تأخذ له الوضعية الثانية اللي راح تكون عندي هذه. شوفوا هذا بالنسبة للرايت أو الليفت، هذا المثال راح يأخذه، راح يأخذه على فيلم، هذا الفيلم اللي اسمه كلوزر اللي ممكن ندخله داخل الحلق. شوف الصورة مالتي طلع لي هذا التراكم الموجود بالأسنان، هنا ما طلع لي التراكم الموجود بالأسنان، طلع لي أكو سن بالهارت باليت بهذا المكان قاعد ينمو سن كامل حتى يقدر الدكتور يشيله. هسه الى حد هنا خلصت المحاضره مالتنا لهذه الاسبوع.